يلا لازم ارج اللون برضو زي ما اتفقنا، ما ننساش النقطة دي عشان ما يطلعش اللون زي المية معايا. بصوا طلع درجته جميلة ازاي. وبنتحكم بعد كده في الدرجات وبنخلط درجات تانية حسب ما احنا عايزين. احنا بنحضر الاساسيات زي كده قبل الشغل وبعد كده بنخلط الدرجات حسب ما احنا عايزين. طيب نجربها على الجلد. شايفين بعد كده بتمتص جوه الجلد مستحيل تتقشر. وبعدها بنديها كمان فوق الرسمة اللي انا عملتها بعد ما خلصت شغلي كله عليها، بديها طبقة عزل بنفس الورنيش المائي اللي انا شغالة بيه ده لوحده من غير اي حاجة، بقى شفاف كده بفرشة نظيفة خالص، وامشي فوق الرسمة بتاعتي فوق الالوان اللي انا عملتها، بيعزل الرسمة تماما ما يجرالهاش اي حاجة.